السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا للمتابعين ولزوار القناة. زي ما بتعرفوا هواية تعديل السيارات هي هواية لها شعبية كبيرة عندنا هون بالمملكة، تكاد تنافس حتى هواية كرة القدم. فاحنا قررنا انه احنا نعمل حلقات نسلط فيها الضوء على بعض الشباب المبدعين اللي عملوا تعديلات وتجهيزات على سيارات تكاد حتى تنافس المعدلين السيارات في العالم في أوروبا وأمريكا وإلى آخره. وبما أنه هاي الحلقة الأولى لنا، فحبينا أنه تكون مع سيارة قنبلة كل الناس بتعشقها، معبودة الجماهير زي ما بقولوا أو معبودة الجماهير. السيارة اللي معنا اليوم حتكون تويوتا سوبرا. السوبرا اللي معنا اليوم هي موديل 96، والبادي شاسي هذا تبعها بسموه MK4، وكانت من أفضل السيارات اللي عملتها تويوتا بأواخر التسعينات. وطبعا بعد ما وقفت إنتاجها قعدت انقطعت لفترات طويلة لحد ما شفنا السيريز الجديد تبع MK5 اللي نزل جديد، ولكن ما نال إعجاب هواة السيارات بسبب انه كان طبعا معمول على شاصي BMW Z4، وتقريبا غالبية السيارة والداخلية كلها كانت BMW Z4. وهلأ صار وقت ان نشوف الماكينة مع بعض. زي ما انتم عارفين انه هاي التويوتا سوبرا عليها ماكينة 2JZ، بس طبعا الانجن هاي مش انجن عادية، في عليها تعديلات. المالك حاطط عليها سي بي بيستنز ومينلي كونكتنج رود مع فالف وسبرينجز تيتانيوم، عليها اتش كي اس كام شافت، عليها اي تي اي دامبر، عليها اكس دي توين بليت كلتش، اتش كي اس كام جير، اتش كي اس تايمينج بيلت، اتش كي اس فيول ريل، انجكترات 2200 سي سي، وطبعا الاي سي يو اللي بشغل السياره هو هالتك بي 2000. في عليها برضو كل الوايرنج هارنس تبع هالتك. اما اذا اجينا للتيربو، حتلاحظوا انه التيربو اللي عليها هو بريسيجن 6266، بيعطي فول بوست تقريبا على ار بي ام 4000. تيربو جيد وكيبل انه ياخذ السياره على 700 حصان وهو مرتاح. اما بالنسبه للمانيفولد، عليها جريدي مانيفولد، وطبعا غير البورتن بولش اللي معمولين للهيد تبع الماكينه. وزي ما بتشوفوا في حماية كمان على الفاير وول اللي ورا عشان الهيت شيلد اللي محطوط، عدا عن الاويل كاتش كان، الانتر كولر، الريديتر، كل معمولين او مطلوبين. برضو عليها ويست جيت، وعليها كمان بلو اب فول. البايبنج كله تبع التيربو والانتر كولر ويلدد تايب، ما في كونكترز عشان يضمنوا انه ما في اي ليك. عليها كمان سوي بارز امامي وخلفي. وطبعا البلد هذا كله كان بورشة SMS بالبحرين، فهم يشكروا على الشغل اكثر من رائع بهاي السيارة. طبعا هيك ورجيناكم التعديلات جوا الانجن، وقت هلا ورجيكم كيف شكل السيارة من الداخل وشو التعديلات اللي محطوط عليها. طبعا السيارة تقريبا ستوك ما تغيرت، حسب ما الداشبورد بعده اوريجينال زي ما هو، بس المالك عمل بعض التغييرات عليها الاضطرارية، زي انه طبعا ركب الريسنج سيتس هدول اللي دخلت قعدت فيهم سباركلز عشان باكت سيتس هاي تمسك السائق هو وعم بسوق خلال السباقات او الدريفتنج، وما يصير في عنده حركة جوا السيارة، ولا السيفتي تبعته كمان مع السيفتي بيلت الهارنس للسائق وللراكب. اذا نيجي ونشوف الداشبورد كمان شو فيه تغييرات، راح نلاقي انه طبعا هو بس مغير الستيرنج الاصلي لريسنج ستيرنج ويل، وبرضو السكرين ما عليه التو جي زي الاصليه، عليها هالتك سكرين
مربوطة مع الاي سي يو بتاعت الدرايفر، كل الريدنجز اللي محتاجها، الفولتج تبع البطارية، الاير فيول ريشيو، الار بي ام، السبيد، وكستمايزبل، يعني بقدر انه هو يغيرها ويطلع القراءات اللي هو محتاجها او محتاج يشوفها خلال السباق الضرورية من اي سنسورز مركبة على الماكينة. طبعا الهيد يونتس بس مغيرة، واضاف الى ذلك طبعا الهايدروليك هاند بريك اللي بحتاجه اي درفتر عشان يخلي السيارة تعمل الدريفت وتزحف. هيك بنكون غطينا الانجن وغطينا الداخلية تبعت السيارة، ودل الشيء الحلو الجميل اللي هو منظر السيارة من الخارج وشو فيه عليها تعديلات. فاذا بتشوفوا طبعا من الخلفية، حبيت ابدا الخلفية الجميلة تبعت السوبرا هاي. طبعا اول شيء المالك مغير الجناح، حاطط كربون فايبر وينج ومصبوغ من الجوانب نفس لون السيارة. برضو كمان كانت التيل لايتس الاضوية كانت بهيئتها مش كويسة، فاشترى او عمل طلبية وقعد شهور يستناها عشان يجيب الاوريجينال سوبرا تيل لايتس الانوار الخلفية. برضو الصدام الخلفي اللي على السيارة، هذا مش الصدام الاوريجينال، هذا صدام افتر ماركت مع الديفيوزر الكبير اللي انتم شايفينه، بيعطي شكل وانسيابية للسيارة على الحلبات. إذا جينا من الجنب راح تلاحظوا السايد سكيرت اللي محطوطة على السيارة، عطيته منظر كتير حلو. وبرضو إلى أهمية كتير كويسة طبعا في الانسيابية، وبرضو كمان عشان تأخذ الهواء وتمرقه للبريكس الخلفية. ومن هون لما نوصل لمقدمة السيارة الوحشي هاي راح تلاحظ مغير. وفي شغلة مش كتير من الناس راح يلاحظوها، انه الرفارف الامامية معرضة. هاي مش رفارف امامية الاوريجينال تبعت السوبرا، هاي افتر ماركت وايد بادي فندرز. وطبعا التحفة الكبوت او الهود الكربون فايبر، واللي من خلاله كمان بصير فيه اكستراكشن او خروج الحرارة من غرفة المحرك من خلاله، وعاملين فتحة خفيفة ظريفة لتعملنا الألعاب النارية اللي طالعة من الويست جيت. المرايات برضو من الكربون فايبر، وكمان الإنارة إذا بتلاحظوا خل معنا هتلاقوا إنه معمولة من الكربون فايبر كمان. طبعا البريك سيستم اللي عليها هو بريك سيستم الـ OEM، ما تغير. اللهم انه البريك بادز اللي عليها او السفايف اللي عليها هي ريسينج بادز، السسبنشن اللي عليها HKS، وزي ما انتم شايفين عليها تويو ارتربل ايتس قدام ورا عشان نقدر نحصل على اكثر قدر من الجريب ممكن. مفاجأة حلوة لمتابعينا اليوم، حيكون في عنا شيء غير شكل. راح ناخذ السيارة السوبرا على الداينو، راح نسوي لها تيون على لو بوست وعلى ميثانول، هذا اللي حيكون الاديشن الجديد للسيارة. فخليكم معنا عشان تنطربوا وتسمعوا صوت السوبرا على الداينو. Oh,
هيك يا اخوان بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا مع تويوتا سوبرا اليوم. طبعا بنشكر المالك لانه اتاح لنا الفرصة انه نورجيكم هاي السيارة. ما تنسوا تقولوا ما شاء الله والله يبارك له. والحلقة الجاية راح تكون حلقة قوية، حلقة خطيرة لسيارة ما راح تتوقعوا ايش التعديلات اللي هي عليها. فما تنسوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة عشان ما يفوتكم الفيديو.